سلام المسيح للجميع. في يوم الخميس الماضي حصل أمر أحزن قلوبنا، هو حادث التفجيرين الإرهابيين اللي حصل قرب ساحة الطيران في بغداد وسقوط ضحايا أبرياء. ذكرني المشهد بتفجير حصل أمامي في سنة 2012. كنت قريب من التفجير اللي ترك في قلبي مشاعر سيئة تجاه الوضع في البلد. الشيء المفرح بالموضوع أنه الرب أنقذني من الضرر الجسدي والنفسي ولم يتركني أسير مشاعري السلبية، بل أعاد لي مشهد الانفجار ووضح لي كيف حماني وكيف تدخل لكي لا أصاب بأي أذى. من ذاك الوقت أفكاري تجاه الرب تغيرت وبديت أبحث عن حضور الرب في حياتي ودوري فعال في بلدي. اسمحوا لي أقرأ من سفر دانيال الأصحاح 3 عدد 24 و 25. حينئذ تحير نبوخذنصر الملك وقام مسرعا فأجاب وقال للمشيريه: ألم نلقي 3 رجال موثقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. أجاب وقال: ها أنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. أكيد كنا سامعين بهذا الحدث الإرهابي اللي حصل في بلاد الرافدين واللي قام به نبوخذنصر بحق شدرخ وميشخ وعبدنغو اللي رماهم في أتون النار لأنهم رفضوا أن يعبدوا آلهة نبوخذنصر ولم يسجدوا لتمثال الذهب اللي صنعه. نبوخذنصر لم يكن يعرف بإله 3 رجال ولم يكن يؤمن بوجوده. إرهابه تجاههم جعله يشاهد ابن الإله وسط أتون النار، وقال في العدد 28: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدنغو اللي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أسادهم لكي لا يعبدوا أو يجدوا إله غير إلههم. استطاع الرجال 3 أن يغيروا كلمة الملك الشرير ويحولوها لبركة وتمجيد لإله السماء وملك الملوك بسبب مخافتهم للرب وسعيهم لأن يجدوا للرب وحده لا شريك له. مثال آخر مكتوب في رسالة يعقوب العدد 5 الأصحاح 5 العدد 17: كان إيليا إنسانا تحت آلام مثلنا وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. نعم أكيد تعرفون نبي إيليا كان مثلي ومثلكم تحت الآلام يبحث عن الحضور الإلهي ويطلق مشيئة الرب بصلواته، ووقف مرات عدة بوجه الشر والشرير. وإن استطاع إيليا أن يحدث فرق بصلواته في مجتمعه، إذن أني وأنتو نستطيع أيضا أن نحدث فرق وتغيير في مجتمعنا وبلدنا. أحب أشجعكم اليوم في فترة الصوم فعلوا دوركم واطلقوا صلواتكم بالإيمان من أجل عائلاتكم ومن أجل بلدنا. لا تسمحوا لإبليس أن يحبطكم أو يقلل من شأنكم. ابحثوا عن حضور الرب في كل تفاصيل حياتكم واطلبوا دوما وجه الرب، واسمحوا للرب الروح أن يستخدم أفواهكم ليعلن مشيئة الآب الصالحة، وانتهار أيضا خطط الشرير بالصلاة وإعلان كلمة الرب في حياتكم. ولأن الرب يسور بسور ناري حولكم وهو يظهر مجده في وسطكم، هو القادر أن يحميكم. سلام ونعمة للجميع. آمين.